مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شكرا لمحمد بن بريك المري. أيها الإخوة الكرام، نتواصل وتتواصل هذه الانطلاقات ونحن في هذا الشوط الثاني عشر المخصص للحيل في أشواطنا العامة في هذه الفترة الصباحية. نتعرف وإياكم على مجريات هذا الشوط ونبدأ مع المركز الأول. مصيحة تحتل المركز الأول، تعود ملكية مصيحة للسيد محمد بن سعيد بن دلهم الهاجري، هي من تحتل المركز الأول. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الثاني. ثانيا الذيبة للسيد عبد الله بن جبر بن طالب بن حنزاب المري. ننتقل للمركز الثالث ومن تصلنا. ثالثا الواصلة للسيد الشهوان بن غانم الشهواني اللي تحتل المركز الثالث. ننتقل للمركز أيها الإخوة المركز الثالث، تصل هنا في المركز الثالث إحساس لحمد بن عوجان الخيارين. ننتقل وإياكم إلى المركز الرابع. رابعا مشاهدين الكرام، الدخول والتجاوز هنا من الذيبة للسيد أيها الإخوة من اللي تغير المركز في هذه اللحظات وتحتل المركز الرابع. صدمة للسيد محمد بن سيف بن محمد النعيبي، هي من تحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس ومن تصلنا خامسا أيها الإخوة الكرام الغزي اللي جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، وها هي الإذاعة. ولكن مشاهدين الأفاضل، نعود هناك إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة هناك مع مصيحة، مصيحة تعود ملكيتها للسيد محمد بن سعيد بن دلهم الهاجري، هي من تقود مسار هذا الشوط. ابن دلهم يحتل المركز الأول مشاهدين الكرام مع قدوم ومع تقدم مصيحة. الله الله يا مصيحة، مصيحة مشاهدين الكرام، ومن يشارك مع مصيحة في هذا الشوط الثاني عشر. مصيحة تباعد المسافة وأراها مشاهدين الكرام هناك بعيدة كل البعد عن بقية المراكز. المركز الثاني ومن تصلنا إحساس، إحساس لحمد بن عوجان الخيارين، هي من تحتس بالموقع الخطير وبالمكان الخطير وتتحرك مشاهدينا الكرام وعينها على مقدمة هذا الشوط. ولكن هنا في المركز الثالث ومن تصلنا ثالثا مزنة، مزنة مشاهدينا الكرام، أول إذاعة لمزنة لفهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، هي من تتحرك وتقير إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع فتصلنا الغزي للسيد جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. والمركز الخامس من تصلنا سوقه لرياض بن ثامر السعدون وصالح بن محمد اليامي في التضمير. هكذا النداء مشاهدينا الكرام. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى صدارة هذا الشوط مشاهدينا الكرام. الصدارة هناك مع بن دلهم الهاجري. مصيحة تحتل المركز الأول، مصيحة تعود ملكيتها للسيد محمد بن سعيد بن دلهم الهاجري، هي من تقود المسار. الله الله، مصيحة تحتل المركز الأول، ومصيحة هي المسيطرة، ومصيحة هي المتميزة مشاهدينا الكرام، مصيحة هي المتميزة حتى هذه اللحظات. تعود ملكيتها للسيد محمد بن سعيد بن دلهم الهاجري، ولكن مشاهدينا الكرام المسافة ليس بالبسيطة ما بينها وبين المركز الثاني. على كل حال ننتقل ونتعرف على إحساس، إحساس تحتل المركز الثاني لحمد بن عوجان الخيارين. والمركز الثالث أرى شعار السعدون سوقه للسيد رياض بن ثامر السعدون وصالح بن محمد اليامي في التضمير. والمركز الرابع ومن تصلنا رابعا أيها الإخوة الكرام اسم جديد، ولكن هنا التغيير مع إزعاج للسيد خالد بن محمد الكواري اللي تحتل المركز الرابع. نعم، شعار السيد خالد بن محمد الكواري هي من تحتل المركز الرابع. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس.
المركز الخامس ومن تتحرك الغزيل سعيد بن علي بن رايه المري. ولكن مشاهدينا الكرام أرى الكواري يتحرك، السيد خالد بن محمد الكواري، ولكن هنا مشاهدينا الكرام التقدم والقدوم، وحرك يا الكواري إذا تريد الناموس، الإزعاج حرك يا الكواري. نعود هناك إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة مع مصيحة، مصيحة للسيد محمد بن سعيد بن دلهم الهاجري. يا سلام يا سلام، أرى الأمور خطيرة يا بن دلهم، أرى الأمور تقترب من بعضها البعض، وأرى المراكز تقترب يا بن دلهم، ولكن ما في مشكلة لو تعطيها أوامر طفيفة عبر الجهاز اللاسلكي. أنا أقول لك وأنت ما تحتاج تعليمات، ولكن أرى الأمور خطيرة يا بن دلهم. يا بن دلهم حرك النمصيحة وخلها تتحرك رويدا رويدا، أرى الأمور خطيرة. هنا مزنة تحتل المركز الثاني، مزنة تعود ملكيتها لسيد فهد بن سيف. ابو سعيد الخيارين تحتل المركز الثاني والمركز الثالث. من وصلت هنا في المركز الثالث؟ تصل صوغه للسيد رياض بن ثامر السعدون، وهنا في المركز الرابع. يا هلا وسهلا وصلت هنا مشاهدينا الكرام، من تصلنا هناك من الجانب الايمن. الله، هذه مع البريدي يا جماعه، مع البريدي عارفها هذه، ولكن هذه بكره بن نايفه مع البريدي في التضمير، مع البريدي في التضمير، ولكن رقمها محجوب يا جماعه، رقمها محجوب. زعامة 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 مشاهدينا الكرام، زعامة صاحبة تاريخ وسجلات. والظبي الظبي مشاهدينا الكرام، الظبي وليس زعامة، إنما هي الظبي. الظبي مشاهدينا الأفاضل صاحبة تاريخ وإنجاز لعبد الهادي بن عبد الله بن نايف الهاجري، ويديرها في التضمير. هنا عبد الهادي البريدي، يا سلام، الله 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 الله. ولكن خلونا مشاهدينا الكرام مع بن دلهم ومع مصيحة، مصيحة مصيحة الأغرب للناموس، ولكن هنا فهد بن سيف ينتهز الفرصة. فهد بن سيف يغير الأمور، يغير الأمور فهد بن سيف الخيارين مع مزنة. مزنة تغير الأمور لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين، والنقطة الرابعة في طريقها إلى فهد بن سيف الخيارين، ولكن الأمور خطيرة يا أبو سيف، الأمور خطيرة. هنا مزنة تغير، ولكن هنا في المركز الثاني مصيحة لبن دلهم. هنا مشاهدين الكرام محمد بن سعيد بن دلهم الهاجري تحاول محاولة شاقة، ولكن الله يا مزنة، الله يا مزنة، يا سلامي على مزنة وعلى أداء مزنة وعلى عروض مزنة، ولكن والله ابن دلهم عنده كلام ثاني. ابن دلهم يريد الناموس، ابن دلهم يريد الناموس مع مصيحة، الله. ولكن مزنة، مزنة مشاهدينا الكرام هي المسيطرة وهي المتواصلة مع هذا المركز الأول، الله. إذا مشاهدينا الأفاضل نزف التهنئات الرابعة لهذا الشعار ومالك هذا الشعار المحترف فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين على فوز مزنة وتحقيقها بالمركز الأول في هذا الشوط الثاني عشر المخصص للحيل، الله. إذا مشاهدينا الكرام التهنئة نوصلها مرة أخرى لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين على فوز مزنة وتحقيقها بالمركز الأول. إذا مشاهدينا الأفاضل ها هي لحظات وصول إلى مزنة، لحظات وصول مزنة إلى خط النهاية. أما المركز الثاني فيصلنا شعار القمرة، صالح بن حمد القمرة المركز الثالث، مصيحة للسيد محمد بن سعيد بن دلهم الهاجري المركز الرابع. المركز الرابع صوغة لرياض بن ثامر السعدون، أما المركز الخامس فوصلت الغزيل لسعيد بن علي بن راية المري. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أيها الإخوة الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني. أيها الإخوة الكرام، التوقيت الزمني لمزنة ولحظات وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق 50 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. أيها الإخوة الكرام، فهد بن سيف أبو سعيد الخيرين نهنيه للمرة الرابعة. أما المركز الثاني